فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده، فهو حبيب النبي وابن حبيبه، مؤمن صلب ومسلم قوي، ولأه شديد وعزيمته قاهرة، قاد جيوش المسلمين وهو لم يبلغ العشرين من عمره. فارس نزع هيبة الروم من قلوب الفاتحين، من أهل العلم والجهاد، تقي ورع مألوف يحبه الجميع. قصتنا اليوم بطلها الصحابي الجليل أسامة بن زيد حبيب رسول الله. هو أسامة ابن زيد ابن حارثة، أبو محمد وأبو زيد الأمير، حب رسول الله وابن حبه. ولد رضي الله عنه بمكة في السنة السابعة قبل الهجرة، من أبناء الإسلام الذين لم يعرفوا الجاهلية أبداً. أمه هي أم أيمن رضي الله عنها، واسمها بركة الحبشية. هل يصنع القائد من الصغر؟ هل كان في دور للأسرة، البيئة المحيطة للصحابي أسامة بن زيد في صناعة القائد؟ لك أن تتصور بيت عماده سيدنا زيد بن حارثة وعماده السيدة أم أيمن. صحيح. هيخرج إيه غير أسامة بن زيد؟ هيخرج إيه غير قائد كبير جدا؟ هل الأسرة وتحديدا الأم دور كبير في تنشئة الصحابي أسامة بن زيد؟ هل كان ليهم دور في بناء الشخصية القيادية؟ إذا كانت الأم أم أيمن وهي من المؤمنات المجاهدات التي شهدت غزوة أحد وروت العديد من الأحاديث النبوية، وكانت تسقي الجرحى وتداوي الجرحى وتسقي المسلمين في الحرب، فإذا كانت هذه الأم فكيف لك بالابن؟ صحيح. فلما تخلف طبعا ابن زي سيدنا أسامة بن زيد أكيد هتغرس فيه كل ما هو جميل وكل ما هو صالح وكل ما هو يعينه على الدور المنوط به. أخوه أيمن استشهد في غزوة حنين، والده سيدنا زيد بن حارثة استشهد في غزوة مؤتة. هذه التنشئة يعني ربت سيدنا أسامة، ويعني خلقت منه منذ الصغر قائد يستطيع أن يتحمل المسؤولية. لك أن تتصور أن هذا الصحابي الجليل الذي نشأ منذ نعومة أظفاره بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامله كأحد أحفاده، لك أن تتصور هذه النفسية، كيف ستكون هذه النفسية حينما تواجه المجتمع بعد ذلك؟ تربى أسامة بن زيد على يد رسول الله وزرع فيه عناصر القيادة، فأصبح دقيقا في تنفيذ أوامر الرسول. هل في عدد من المواقف كان النبي يقصد منها تعليم أسامة الكثير من التعليم الإسلام؟ في أحد الغزوات، غزوة أحد على ما أذكر، جاء أسامة بن زيد يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترك في المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبله في هذه الغزوة. لما يكبر بعد كده سيدنا أسامة بن زيد ويجي في غزوة الخندق، هو يقول لك السيرة تقول لك إيه، كان يتطاول. يعني يتطاول، عايز يشب كده، عايز يودري للنبي صلى الله عليه وسلم، قادر على صار صالحا لذلك. صحيح. انه صار صالحا للقتال، لانه في هذا الوقت كان يصلح ان يتولى هذه المهمه، وفي الوقت الاخر ما كانش يصلح. دي صناعه القياده. الجانب التربوي هنا اكتمل، والجانب الاجتماعي والقيادي كمان بالتحاقه بالنبي ومشاركته وملازمته. هل كان الجانب متاسس عليه من الاسره واكتمل مع النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو من تلقفه ورباه على القياده وعلمه، حتى يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشجع فيه ان هو حبه للقياده وحبه لتعلم فنون القتال، حتى انه يعني ولاه على غزو الروم بالرغم من وجود الكبار. تربية الصحابي أسامة بن زيد في بيت النبي صنعت منه قائد، صنعت منه مؤهلات تخليه يكون قائد للجيش، قائد للجيوش في ظل وجود كبار الصحابة وكبار القادة وفي سن صغير. سيدنا أسامة يعد يعني أصغر قائد عسكري للجيوش المسلمين، فيعني تولى يعني قيادة جيش المسلمين في وجود يعني قامات من الصحابة من المهاجرين والأنصار، يعني سيدنا أبو بكر الصديق وهو من هو، سيدنا عمر بن الخطاب وهو من هو. كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا أسامة بن زيد القائد؟ ما هي المؤهلات، ما هي القدرات اللي جعلت النبي يختاره لهذه المهمة، قائد على جيوش فيها كبار القادة وكبار الصحابة؟ بالنسبة للمؤهلات البدنية، كان قوي البنيان، كان قادر على الحرب، يتصف بصفات
بدنية تؤهله أنه يشترك في المعارك. بالنسبة للصفات العقلية، صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكسبته خبرة كبيرة جدا 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 في مجال سياسة الناس. فكون هو يخرج بجيش إلى الروم، والروم كانت قوة عظمى يعني تجاور البلدان الإسلامية، يعني هذه كانت ثقة كبيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطانا من خلال ذلك دلالات كبيرة جدا، وهي الاهتمام بفئة الشباب. لما الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولوا يعني بلاش أسامة وبلاش نطلع الجيش، فسيدنا أبو بكر يقول: والله لو أن الطيرة تخطفتني ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين ما كنت لأرد جيشا جهزه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا لأحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكد على قيادته، أكد كمان على وصية النبي إن ده قائد الجيوش اللي هتذهب للشام، وخرج معهم يمشي وأسامة يركب. ومن أدب أسامة يرفض هذا الكلام ويقول: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال: والله لا تنزل ووالله لا أركب، ما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. عاد بجيش المسلمين سليما دون خسائر، دون ضحايا من المسلمين أو دون قتل من المسلمين. وكان لخروجه كمان يعني دلالة أخرى ظهرت، أن يعني القبائل العربية التي يعني ارتدت عن الإسلام عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض القبائل رأت جيش أسامة بهذه الصورة، فقالت أنه لو لم يكن هناك جيش يحمي المدينة لما كان خرج جيش من المسلمين يعني يقاتل الروم. الرسالة هنا كانت أقوى، إن في جيش آخر كمان بهذا الكم. فقالوا يعني هنا يعني لولا أن هناك جيش كبير لما كانوا أرسلوا جيش بهذا الحجم لغزو الروم والشام. قبل ما النبي يوجهه هذه الوجهة وقبل ما النبي يعينه هذا التعيين، هل الموضوع كده كان هباء؟ لا، سيدنا أسامة أصلا صاحب أباه زيد بن حارثة. صحيح. في غزوة مؤتة اللي استشهد فيها زيد، شاهد كيف استطاع المسلمون أن ينجحوا في عدم الهزيمة في هذه المعركة، شاهد إزاي هؤلاء الأعداء كانوا قساة القلوب وحاولوا أن يفتكوا بالمسلمين. ولذلك حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسامة ركب الفرس بتاع أبوه علشان يتوجه به إلى نفس المكان الذي استشهد فيه أبوه رضي الله عنه وأرضاه، وعاد من نفس المكان منتصراً. صحيح. ليعلن للجميع أنه استطاع أن يحقق مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه، واستطاع أن يحقق الهدف الذي خرج من أجله أبوه قبل ذلك قديماً. ظل أسامة بن زيد ما امتدت به الحياة موضع إجلال عند المسلمين، وفاءً لرسول الله وإجلالاً لشخصه. العسكري ودوره الإداري والاجتماعي استمر أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا يقدرونه أيام تقدير، يعني سيدنا عمر بن الخطاب في إحدى العطايا أعطى قضى لسيدنا يعني أسامة بن زيد ب5000، وقضى لابنه عبد الله بن عمر ب2000 فقط. فقال له يعني سيدنا عبد الله بن عمر بيلومه، يعني ليه يا أبي إن أنت فضلته عليا إن هو 5000 وأنا 2000 فقط؟ فقال له إن يعني إن أباه كان أقرب للنبي من أبيك وحبيب النبي، وهو أقرب منك إلى النبي. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في أخريات حياته كان حينما يلتقي، وهو أمير المؤمنين، حينما يلتقي بأسامة بن زيد فيقول له أمام الجميع: أهلا بأميري. صحيح. فاللي حواليه يستعجبوا: إيه أميري دي؟ فيقول: لا تتعجبوا، هذا أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي. رسالة للتمكين للشباب. كان ليه دور يمكن مش بس يدرس، كمان كل الأجيال تتبعه من بعد، دوره في وقت الفتن ووقت الصراعات. وقت الفتنة اللي حصلت بين سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية بن أبي سفيان، التزم أسامة بن زيد بالحياد المطلق، لأنه يعني يذكر أنه كان في صغر تقريبا في وقع مشابه، والرسول عليه السلام كان لامه وقال له: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ فهو علشان كده التزم الحياد التام وبعد عن الفتنة بما فيها.
السنوات الخمسين من الهجرة اعتزل الصحابي الجليل أسامة بن زيد الفتن، وقيل أنه توفي في غرب دمشق وهو ابن 70 من عمره، ليرحل الفارس المجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فكان من الأبرار المتقين.